هذه الحقيقة إذا استحضر المسلم معناها فإنها كفيلة بأن تغير الموازين عنده، لأنه مهما عاش الإنسان من العمر ومهما نال من متع الدنيا فلا بد لهذا الكدح من توقف للقاء الله عز وجل. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي. فرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. هب أنك عشت عمرا طويلا ونلت من الدنيا متعا كثيرة، لا بد في النهاية من التوقف ولقاء الله عز وجل والمحاسبة والجزاء على جميع ما عملته في الدنيا. هذه حقيقة الدنيا، هذه الحقيقة التي يغفل عنها الإنسان، وإلا لو استحضر الإنسان هذه الحقيقة لعرف أن مقامه في الدنيا قصير، وأن هذه الدنيا هي دار ممر وعبور، وأن كل يوم يمضي يقرب الإنسان من الآخرة ويبعده عن الدنيا، كما قال الحسن رحمه الله: ابن آدم إنما أنت أيام، كلما ذهب يوم ذهب بعضك.